معانا يا جماعه النهارده مباراه جديده من طبعا طبعا بتوقيت قطر هتبقى الساعة 7. لو انت اول مرة تشوفنا احنا بنعمل محاكاة لكاس العالم بس عن طريق البلايستيشن، يعني احنا بنجيب المباريات بتاع كاس العالم وبنلعبها على البلايستيشن سواء كان 4 او 5، بنلعب بيس او فيفا 22 23 ايا كان. احنا طبعا النهاردة فيفا 22 تعليق انجليزي بلايستيشن 4 سليم، وطبعا احنا النهاردة واخدين المكسيك. اتفقنا المبدأ بتاعنا ان احنا ناخد اي فريق عربي تمام، او بعد كده اي فريق افريقي، ما لقيناش بناخد الفريق المفضل لدي. طبعا انا خدت النهارده المكسيك، طبعا احنا النهارده معانا اهو تشكيل الفريق المكسيكي. بتلعب النهارده ب 4-4-3. طبعا عندنا منتخب بولندا النجم الوحيد اللي احنا ممكن نكون عارفين هو لكن طبعا احنا المنتخب المكسيكي حتى لو احنا متابعين كوره ومشايفين الامور كويس احنا برضو مش هنقدر نعرف اللعيبه بتاعتهم. طبعا يا جماعة هو هيبدأ دلوقتي يجيب لنا كده التشكيل بتاع الفريق البولندي. طبعا المكسيك الأول هتاخد الصورة التذكارية بتاعتهم تمام، ادي المكسيك يا جماعة الصورة التذكارية بتاعتهم. طبعا ده المنتخب البولندي اللي النجم الكبير فيه ليفاندوسكي اللي كان نجم بايرن ميونخ وراح لبرشلونة في الانتقالات الأخيرة دي. بيقولوا ان بولندا بتلعب بطريقة 3-5-2 طبعا البولندي عموما حتى برضو احنا لو متابعين كورة مش هنبقى عارفين اي حد في غير الكابتن بتاعهم اللي هو ليفاندوسكي. طبعا هنبدأ المباراة دلوقتي يا جماعة. احنا زي ما اتفقنا الفريق المكسيكي، فطبعا الكورة مش معانا، الكورة مع الفريق البولندي. فريق بولندي بيبدا الهجمه اهو. جود لوكينج سيكونس صح، ليفاندوسكي عدى حلو قوي كويس وهيعمل حاجه. اوبا اول لمسه ليفاندوسكي كابتن الفريق بيعمل هجمه خطره جدا على الفريق المكسيكي اللي احنا بنلعب بيه تمام. الفريق المكسيكي هيبدا اهو بيحاول اهو كره في نص الملعب واتقطعت. بيحاول الفريق البولندي كره جميله من ليفاندوسكي بترد، والهدف الاول للفريق البولندي لسه في الدقيقه 5 من المباراه تمام. ليفاندوسكي نجم المباراه لحد دلوقتي يا جماعه تمام. الفريق البولندي جاب الهدف الاول، لسه ما بدأناش يعتبر نعمل اي هجمه او اي لمسه او اي حاجه. المنتخب البولندي عمل كوره حلوه جدا 1-2-3 وجميلة جدا. هنبدأ المنتخب البولندي المكسيكي يبدأ الكرة اهو، هيحاول ان هم يعملوا اي هجمة لحفظ ماء الوجه. طبعا نتيجة غير متوقعة في الحقيقة، وزي ما قبل كده يا جماعة قلنا احنا هنعتمد النتائج الحقيقية مش هنعتمد على النتائج اللي احنا بنعملها هنا في البلاي ستيشن. وكرة جميلة، هل المنتخب المكسيكي يحاول ان هو يعادل النتيجة؟ كرة حلوة بنفس الطريقة وبيشوط وجميلة جدا. لو كان لعبها للمهاجم اللي قدام شوية كان ممكن يبقى الهدف الأول للمنتخب المكسيكي. كورنر بيترفع حلو جدا، بيحاول المنتخب المكسيكي لكن للأسف الحارس البولندي بياخد الكرة. طبعا يا جماعة زي ما انتوا كنتوا متابعينا انا كنت لعبت كام ماتش بالبيس عشان الفرق اللي كانت مش موجوده في الفيفا كانت موجوده في البيس، وانا اصلا بفضل اللعب بالفيفا بس انا ما لحقتش بصراحه في الماتش ده اعمل اي حاجه. البولنديين خطفوا جون جميل جدا وانا كنت لسه ما بداناش اي حاجه تمام. البولنديين شكلهم عايزين يجيبوا الجون الثاني لكن المكسيك بتقطع في نص الملعب وبيبداوا هجمه كويسه في نص الملعب اهو. بيدي ثرو كمان واحد اشبه بالانفراد داخل 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 وهوب يا خبر ابيض، كوره شبه انفراد لكن للاسف المنتخب المكسيكي بيضيع الفرصه الذهبيه اللي ما بتتعوضش دي. بيبدا المنتخب المكسيكي تاني هجمه حلوه
عملها ثرو ما فيهاش حاجه ويلا والجول الجول هدف التعادل المنتخب المكسيكي. يا سلام على المنتخب المكسيكي بيحرز هدف التعادل، وهو ده اللي احنا كنا منتظرينه في اللقاء، ان المكسيك تتعادل. ما كناش لحقنا نبدا خالص نلعب او نعمل اي حاجه معه، ولقينا المنتخب البولندي فاجئنا بهدف، لكن المنتخب المكسيكي بيعدل النتيجه وتبقى النتيجه 1-1. كوره جميله جدا كانت هتضيع في الصد، لكن المتابعه الرائعه من المهاجم هي اللي خلصت الكوره التعادل. تمام، هتبدا المنتخب البولندي يحاول ان هو يتقدم تاني، بيبداوا هجمات من على الاطراف. المنتخب المكسيكي بيحاول يقطع. تمام، وطبعا احنا النهارده يا جماعه في استاد 974 احد التحف المعماريه، بنتخيل طبعا ان ده الاستاد الحقيقي، وان قطر بتنظم بطوله جميله وكل حاجه. ونشوف بس الهجمه المكسيكيه دي، للاسف لما المكسيكيه اتقطعت لازم برضو ايه تستفيدوا بشويه معلومات في الفيديو. وهو قطع جميله جدا، المنتخب المكسيكي هيجيب الثاني. يا خبر ابيض، للاسف المنتخب المكسيكي يا جماعه بيضيع الهدف الثاني بكل سهوله وبكل رعونه. هل هيندموا على الهجمات دي؟ ده اللي احنا هنعرفه وهنشوفه في بقيه احداث المباراه. هل هيجيبوا الثاني ويعززوا فوزهم؟ برده ده اللي هيبان. هيد جميل جدا، وكان المدافع هيغلط ويجيب في نفسه جول، لكن للاسف هو لحق نفسه في الوقت المناسب، وحارس المرمى هو دلوقتي اللي معاه الكره. حارس المرمى خد وقت شويه لعب نص الملعب. يبداوا هجمه المنتخب البولندي، المنتخب المكسيكي بيحاول يقطع في نص الملعب. الكوره لسه مع بولندا اللي بتلبس الزي الاحمر، والمكسيك النهارده اللي بتلبس الزي الابيض. قطعوها المكسيك وبيعملوا هجمه حلوه. هل هيعملها ثرو او هيلعبها على الاطراف؟ لعبها ثرو جميل جدا، وهوب ومتابعه برده الجول الثاني للمكسيك. يا سلام يا جماعه، هي دي المكسيك. المكسيك اللي احنا متعودين انها تلبس اخضر، لكن النهارده هي لابسه ابيض بالتيشيرت الاحتياطي بتاعه بالجميل. تمام، المكسيك الجميله، والمباراه لوت يا جماعه قوي بعد الجول الثاني. يا سلام عليك يا مكسيك، حاجه جميله جدا وماتش جميل جدا يا جماعه. تمام، هيبدا المنتخب البولندي يهاجم، هيحاول طبعا ان هو يجيب التعادل، ويحاول هو يبداوا هجمه من نص ملعبهم وبيخشوا على الاطراف. والمنتخب المكسيكي بيحاول يقطع، قطع بالفعل نص ساعة من اللعب. الأطراف هل هتبقى ليها حل؟ المنتخب المكسيكي بيرفع، هل بالهيد؟ لا، عملها برجله والله، ولكن خارج الملعب. والحارس البولندي بيزعق وبيقول يا جماعة إيه اللي حصل؟ إحنا كنا متقدمين 1-0، فجأة تعادلنا ودخل فينا جون تاني، نشد حيلنا شوية. وبقت كورنر، واضح إن الجون تدخل عليها، فيبقى كورنر المنتخب المكسيكي، وبيحاولوا بالهيد لكن بعيده جدا. الكره بتنزل على حدود منطقه ال 18، هجمه خطر جدا. هيرفع، رفعها، هيثبت. كانت مفروض من مره واحده، هو اخد الكوره وقعد يفكر تفكيرين، وده طبعا بتبقى النتيجه اللي بيحصل كده. تمام، الكوره يا جماعه بقت عند المنتخب البولندي. المنتخب المكسيكي بيقطع وبقى خطر جدا في الكام دقيقه اللي فاتوا دول، وبيحاول ينفرد وبيديهم مساحه فرصه، ولكن دلوقتي بيديهم دلوقتي الكوره معاهم. طبعا فاول يا جماعه للمنتخب المكسيكي. انا اكتر حاجه مستغربه يا جماعه في الفيفا الكوره اللي هم بيلعبوا بيها، تحس ان الكوره مثلا من مونديال سنه 60، شكلها غريب جامد جدا. وطبعا بمناسبه الكوره يا جماعه، الكوره الحقيقيه بتاعت كاس العالم اللي في قطر مفروض ان هي صناعه باكستانيه، لكن هم في 1500 كوره من اجمالي 6000 الكوره اللي اتلعبوا اتعملوا في شركه اديدس او مصنع اديدس اللي في مصر، واعتمدوهم بالفعل وبيلعبوا بالفعل. طبعا الفاول يا جماعه اتلعب اي حاجه، لان انا مش حريف في لعب الفاولات خالص، لكن قطعنا الكره تاني كمنتخب مكسيكو. بنحاول نشوف، والله الكره بجوار القائم كانت، يا ممكن تبقى الهدف الثالث، ويبقى الماتش اتقلب راسا على عقبا بعد ما كانت النتيجه 1-0 للمنتخب البولندي. المنتخب البولندي كوره عند حارس المرمى بيلعبها لدفاعه، ما لعبهاش طويله، وبيحاول يبداوا اللعب من تحت لفوق يا جماعه. المنتخب البولندي اللي بيلعب 3-5-2، ليفاندوسكي معاه الكوره ووقف شويه عليها ورجعها لزميله. كل الفريق بيحاول ان هو يقطع الكوره ويفكر، والمنتخب المكسيكي ما عندوش تفكير، قطع وادى الكوره ثرو. كان انفراد لكن كانت اوف سايد، وفعلا هو باين ان هو اوف سايد صريح جدا. الكوره باينه فعلا، فعلا قرار الحكم صحيح جدا، الكره اوف سايد. الكره رجعت للمنتخب البولندي اللي بيحاول ان هو يلعب الكره. المنتخب المكسيكي داخل عليه. تمام،
المنتخب المكسيكي بيحاول ان هو يقطع الكرة. البولنديين بيبدأوا هجمة كويسة جدا. المنتخب المكسيكي بيحاول ان هو ياخد الكرة. بيحاول اهو يا جماعة ان يبدأوا الهجمة. قطع المنتخب المكسيكي الكرة يا جماعة. بيبدأ الهجمة الكويسة الحلوة دي. كان هينفرد للأسف ما انفردش. المنتخب البولندي بيقطع. بيحاول ان هو يجيب جول. يتعادل يا جماعة. بيحاول ان هو يتعادل المنتخب المكسيكي. اوبا كرة جميلة جدا فوق العارضة سنتيمترات. كرة جميلة جدا ورد قوي جدا من المنتخب البولندي. والشوط الأول يا جماعة انتهى بالفوز المكسيكي 2-1. طبعا دي إحصائيات بتبين الماتش ماشي ازاي. الماتش قريب جدا، انا شايف ان هو مش بعيد. هنبدأ الشوط الثاني يا جماعة ونشوف الامور. الكرة مع المنتخب المكسيكي اللي هو دلوقتي بقى على يمين الشاشة، ومنتخب البولندي بالزي الاحمر بقى على شمال الشاشة. منتخب المكسيكي يا جماعة النهاردة بالزي الابيض الكامل، شورت وفانيلا وشراب. وبتبدأ المكسيك هجمة حلوة. اداها سلو جميل جدا. هل هيعملوا التالت وينهوا الماتش؟ هينهوا الماتش ولا هيعملوا ايه؟ الله يا سلام. متابعة. الجولين اللي جم للمكسيك يا جماعة كانوا من متابعة. مشتوا من أول مرة وبيضيعوا. وده دخل وانفرد وكان بيشوط وبرضه ضيع. لكن المرة دي مفيش حد من زمايله تابع معاه. لكن الكرة بقت كورنر. هل المنتخب المكسيكي يعملها؟ مرفوعة في محتوى حارس المرمى البولندي. حارس المرمى البولندي فعلا بيمسك الكرة بكل سهولة. بيحاول ان هو يبدا هجمه. هل هيشوطها جوه ولا هيبدا هجمه من الدفاع؟ بيبداوا هجمه. طول طريقه لعبهم يا جماعه من اول المباراه بيبداوا هجمه من تحت لفوق، من الدفاع الى الهجوم. لكن بيجوا في نص الملعب وبيلاقوا عقد صد مكسيكي رهيب جدا. والمكسيك بتحاول تلعب على السروهات والانفرادات زي ما شايفين الكره دي كده. يا خساره. المتابعه الجول الثالث. الله على المكسيك. يا سلام على المكسيك. الله 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 الله. كوره رائعه جدا من المنتخب المكسيكي. بيحرزوا الهدف الثالث وتقريبا كده بينهوا المباراه بطريقه شبه اكلينيكيه. تمام. منتخب المكسيك 3، المنتخب البولندي جول، مع ان المنتخب البولندي هو اللي بدا. بس زي ما قلنا يا جماعه المنتخب البولندي خطف مكسيكي في اول الماتش وجاب فيها جول جميل جدا. لكن برضو احنا لعيبه فيفا جامدين قوي، فمش هنخسر باذن الله في اي ماتش بنلعبه في الفيفا. عشان كده بنحاول ناخد الفرق اللي منطقيه في الفيفا تكسب او في الطبيعه تكسب. المنتخب المكسيكي هينفرد تاني. قلنا هينفرد تاني وهيجيب جون تاني. يا بدوار القائم يا جماعه. كوره خطر جدا كان ممكن ننهي بيها الماتش بكل سهوله. في رعونه برضو على قد كده في المنتخب المكسيكي. يا ترى يا جماعه بقى الماتشات اللي بعد كده هتبقى نتائج ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه في البطوله الجميله والتنظيم الرائع اللي احنا بنشوفه من قطر والفنادق الجميله والتشجيع الرائع والالتزام بالقواعد. وحاجه كويسه جدا طبعا. يعني نحاول ايه شويه نعيش جو المعلقين يا جماعه عشان ما نبقاش كله لعب، او شويه نخش على جو مدربين. تمام. المنتخب البولندي بيقف كتير جدا في نص الملعب ويفكر هيعمل ايه. وطبعا في الوقت دوت بيخش المنتخب المكسيكي عليه الا هجمه او هجمتين اللي بيعدوا زي الهجمه اللي قدام دي. لكن بيرجعوا يقفوا تاني والمنتخب المكسيكي بيرجع يقطع تاني. والمنتخب البولندي بيرجع يصد تاني الكوره وياخدها. والكوره رايحه جايه بقى لها 3 4 نقلات. لكن اوبا تعديه جميله جدا من المنتخب المكسيكي. وهوبا هيعمل ايه؟ اداها لزميله شبه انفراد لكن كانت على الطرف. قطعها وهيشوط من هنا. اوبا يا سلام. جون رابع جميل قوي. جون رابع انهى المباراه فعلا. انا اقدر اقول لكم كده المكسيك 3 بونت الاولانيين. ويا جماعه السر في الرايه. الرايه لما بتكون بعلم الفريق اللي انا بلعب بيه بنكسب. ودايما الفيفا بتعمل الحركه الجميله دي. طبعا ان شاء الله هنحاول نجرب لكم في 23 في الماتشات الجايه والايام الجايه، وهنجرب لكم بلاي ستيشن 5 باذن الله. ولكن احنا النهارده معانا المباراه ببلاي ستيشن 4 زي ما قلنا. سليم لعبت في 22 التعليق الانجليزي مش التعليق العربي. المنتخب البولندي بيسنتر وبيحاول ان هو يبدا هجمه. لكن المنتخب المكسيكي عنده كلام تاني. قطع الكرة لكن اتقطعت تاني برضه منه. الكرة هجمة للمنتخب البولندي ليفاندوسكي اللي ما شفناهوش غير في الهدف الأول وبعد كده ما شفناهوش. المنتخب المكسيكي قطع الكرة كالعادة وبيبدأوا هجمة حلوة جدا منظمة. لكن اتقطعت في نص الملعب من المنتخب البولندي وبيحاولوا
كوره على الاطراف، الطرف يا جماعه الشمال للمنتخب المكسيكي، اليمين للمنتخب البولندي، هيرفع الكوره بالفعل، رفع الكره جميله وزميله بيلعبها، الله كره طائره جميله جدا يا جماعه، يا سلام دبل كيك يا جماعه، ملوش حل. نعمل تغيير نشوف الفيفا قايله لنا ايه، قايله لنا ان اللعيب ده مكان ده، وانا مش هزعلكم، انا كده كده كسبان اربعه وهنعمل التغيير اللي هم بيقولوا عليه. تمام، ونفس الوقت المنتخب البولندي برضو عمل تغيير، وهنشوف ايه اللي هيتم في الكام دقيقه الفاضلين. احنا في الدقيقه تقريبا 71 يا جماعه، تمام، والكوره الفاول اتلعبت على السريع، اتلعبت على الطرف، هل هيبقى فيها رفعه تانية؟ رفعه جميله، هيد اروع لكن بره يا خساره، ونعمل تغيير تاني كنوع من انواع تضييق الوقت يا جماعه. المباراه اللي احنا تقريبا شبه ضمناها وفزنا بالثلاثه بونت الضهر. تغيير تاني اللي احنا عملناه اهو، خروج اللاعب رقم 6 هنفتح فيه اسامي طبعا، ونزول اللاعب رقم 13 تقريبا، لا رقم 8 يا جماعه، تمام، انا ما خدتش بالي من الرقم، 8 فعلا نزل و6 اللي خرج، وطبعا احنا مش عارفين اسامي اللعيبه. تمام، المنتخب البولندي نفس طريقة اللعب، حارس المرمى بيدي للدفاع، وبنبدأ اللعب من تحت لفوق، وبنيجي في نص الملعب بنلاقي حائط الصد الرهيب من المنتخب المكسيكي اللي فعلا يا جماعة عامل إزعاج وعامل قلق. المنتخب المكسيكي فعلا بيقطع وهيبدأ هجمة، وبيبدأوا فعلا هجمة في نص الملعب حتى الآن، الهجمة اتقطعت منهم. هل المنتخب الهولندي بسرعة يلعب وينقل الكورة ونشوف جون تاني؟ لكن مفيش للاسف لحد دلوقتي، برضو الكوره يا جماعه ما فيهاش خطوره قوي، لكن المنتخب والله البولندي بيحاول يا جماعه، كوره جميله جدا فوق العارضه بكام سنتيمتر، حلوه جدا الكوره دي. المنتخب المكسيكي بيلعب على طول في نص الملعب الكوره، وبيبداوا يعملوا هجمه سواء عن طريق العمق او عن طريق الاطراف، المره دي عن طريق الاطراف، واللعيب بيجري لسه مفيش حد من زمايله جه، راح رفع للي جاي من هناك، لكن الدفاع البولندي قوي جدا وقدر ان هو ياخد الكوره، اتخطف التاني، وبتبدا المكسيكي ان هي تعمل هجمه رهيبه، الله، هو والجون، ويجيب الجون الخامس، وحاجه جميله جدا يا جماعه، مباراه غزيره بالاهداف، والجون الخامس والدقيقه 82 تقريبا، يعني خلاص احنا بنقول المباراه انتهت، حاجه جميله جدا يا جماعه، وبطوله رائعه وتنظيم رائع زي ما احنا اتفقنا، وشرف لكل العرب يا جماعه، ومدينه الدوحه والاستاد 974 اللي بيشيل 40,000 متفرج، استاد جميل جدا، جون جميل يا جماعه، وهنعمل تغيير بالمناسبه السعيده ديت، وهيحصل التغيير اهو بخروج اللاعب رقم 4 ونزول اللاعب رقم 7، تمام، اللي احنا طبعا مش عارفين اسامي حد فيهم، وهيبدا المنتخب البولندي يا جماعه اهو يعمل هجمه، ويجي في نص الملعب يلاقي حائط الصد المكسيكي، لكن عدى والله المره دي ليفندوسكي وراح عند الجون، وهيجيب جون تاني، لا الجون المكسيكي، حارس المرمى المكسيكي كابتن الفريق ليه راي اخر وبيقول لا يا جماعه. والفريق البولندي خرج ليفندوسكي نجم المباراه اللي جاب الجون الوحيد للاسف، ونزل كابتن فريق تاني رقم 11، تمام، وعندهم كورنر، هل ممكن في الدقيقه 85 نشوف حاجه؟ لا الدفاع المكسيكي قال لا مش هيشوف حاجه، لكن بولندا لسه معاها الكوره وبتحاول ان هي تعمل هجمه منظمه، قربوا على الجون وعلى حدود ال 18 وجون، الله للمنتخب البولندي، يا سلام، البولندي الاحمر يا جماعه، البولندي الاحمر، يا بيجيبوا جون تاني، ولكن الوقت صعب جدا ان هم ممكن يقدروا يعوضوا، الوقت صعب جدا، وفرحه كبيره جدا بالجون رغم ان النتيجه خساره ليهم، لكن الجون جميل يا جماعه، وسط الدربكه عمل انفراج لزميله، لا 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 لا، هو رقص واعتمد على نفسه وراح وحطها في الزاويه، يا سلام، خلى الحارس المكسيكي مش عارف يوصل للكوره، جميل جدا، وفرحه فرحه كبيره جدا، والمشكله ان الدقيقه يا جماعه 87، فانا مش شايف ان خلاص بقى في وقت. المنتخب المكسيكي هو اللي سنتر يا جماعه، وبدا الهجمه على الطرف، ورجع تاني في نص الملعب، وبيحاول وبيديها تاني ورا، بيحاولوا بقى ان هم يضيعوا شويه وقت، لان خلاص اللي جاي اقل من اللي راح بكتير، وهم كسبانين 5-2 يعني بفرق 3 اجوان، وانذار للاعب المنتخب البولندي تقريبا اللي لسه جايب الجون يا جماعه، خد انذار، اندمج بقى وقال لك لا ما يجيبوش جون تاني، على اساس ان هو ممكن يقدر يعوض النتيجه الثقيله دي
في الدقائق البسيطة دي. الدقيقة 90 يا جماعة والحكم ادار 4 دقايق وقت بدل ضايع، بنلعب في الدقيقة الأولى والمنتخب البولندي بيقول أنا ممكن أحاول، أنا ممكن أعمل حاجة، ممكن أجيب جون تالت، فتبقى النتيجة فرق 2 بس، تبقى قريبة ما تبقاش بعيدة. لكن المنتخب المكسيكي قطع الكورة، المنتخب المكسيكي هيبدأ الهجمة، عمل الهجمة، ممكن يجيبوا جون في الثواني الأخيرة بتاعة الدقيقة الرابعة، شكلها كده اداها له انفراد وشوت حلوة قوي وترد وقال هيتابع لحقها، لكن لا 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 خرجت منه والحكم قال لك كفايه يا جماعه كده كفايه اللي حصل ده. يا سلام، مباراه جميله، مباراه شيقه جدا، استاد ممتع، تنظيم رائع، المنتخب المكسيكي بيفوز النهارده يا جماعه بنتيجه خطيره جدا، 5 جوان مقابل جونين، رغم ان بولندا احرزت الجون في الاول وبعد كده المكسيك جابت ال5 جوان بتاعتها على مدار الشوطين ورجعت بولندا جابت الجون الاخير. بصراحه مباراه جميله واستاد رائع وتنظيم رائع، ونورتونا بجد النهارده يا جماعه، وبصراحه احنا اتبسطنا في الماتش ده، وان شاء الله نشوفكم على خير في